تاني وبرده في محمد صلاح واتنقل كده الواقعة طريفة كده ما بين المواجهة المصرية في الدوري الإنجليزي بين أحمد حجازي ومحمد صلاح من أرضية الملعب في لقاء ليفربول ويست برومتش لتويتر، وده بسبب ما وصفه البعض بعنف حجازي ضد صلاح. وتعامل حجازي بنوع من القوة تجاه عدد من لاعبي ليفربول خلال مباراة من بينهم صلاح، حيث أظهر في إحدى اللقطات وهو بيضربه على وجهه مما أثار غضب الجماهير. ونشر حجازي على حسابه الرسمي صورة له مع صلاح وعلق عليها قائلا: فريق عظيم اليوم، سعيد بلقاء صديقي محمد صلاح بعد مباراة صعبة. ورد صلاح عليه بشكل ساخر من تغريدة زميله في منتخب الفراعنة. دي كانت كلام السوشيال ميديا كله امبارح وكلام الناس، واللطيف كمان يا أسماء رد محمد صلاح. هو نشر الصورة حجازي، مش عارف ليه حجازي عمل كده، وبلطافة كده معهودة من محمد صلاح قال له يعني انت، حتى كتب كده بالظبط، قال له انت بتضربني في الماتش وتيجي تقول لي حبيبي وصديقي هابي تو سي ماي براذر. بعدين قال له كده كلمة لطيفة جدا، قال له ايدك تقيلة قوي يا حجازي. ايدك تقيلة قوي يا حجازي. ليه كده يا حجازي؟ ليه؟ بس برضه في ارض الملعب محمد، برضه ان انت بتلعب مع محمد صلاح بيبقى جواك برضه احساسين، انه اولا ان هو زميلك ومن اهل بلدك وكل حاجة، بس في نفس الوقت انت بتنافس محمد صلاح على ارضية ملعب واحدة. فيعني يعني بتبقى مش عارف هتعمل ايه. فيعني حجازي احنا حاسين باحساسك من ناحيه صلاح، وايدك تقيله قوي يا حجازي، ايدك تقيله زي ما الكابتن والنجم محمد صلاح قال. على اي حال الاثنين بيشرفونا وكلهم نماذج جميله طبعا جدا للكره المصريه، كلنا بنفتخر بيهم وكلنا لازم نساندهم ونؤازرهم.